استهدافنا للميليشيات المسلحة. في قلب حي الكواك يا شباب. الله أكبر، دحرنا الشراد ولا وباش. الله أكبر. في حي الزهور أمامنا. حي الزهور أمامنا طبعا، حتى الأمام حي الزهور. هذا طبعا المعروف، هذا الخسارة انت حي الكواك. كما نرى الشقق المحروقة اللي تمركزوا فيها، ليس الغرض استهداف مشاكل كبيرة كانوا يتمركزون بقناصة ويلقى بيهم قناصة 12 ونص وغنائم، أما غنائم منهم طبعا قبل ما يخرجون يقوموا بإتلاف الذخيرة ويشعل النار في المكان. الأرض محروقة. المركزية خلف المسجد حي الأكواخ. حاليا متجهين للمجلس العسكري حي الأكواخ. صاحب المكان تعال تكون مستهدف مرات هاي طلعونا هاي طبعا يخبوا في السيرات ويخبوا فيها في هاي الكواخ ناس عاملين يتم انزالهم من كوبري عن طريق المطار واطلاق الرصاص عليهم وسرقتهم هذه السيارات بإذن الله يتم التعرف على أصحابها لاستلامها بإذن الله بالسلطة الرسمية بعد التعرف على الأمور. كتبت محمد الجحل 299 كتبت محمد
شهداء 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 يا سلام الله ليبيا هذا من اخواننا طبعا تم تهديم اوكار المخدرات اوكار لا مخدرات في المنطقه وقضاء على الاوكار المخدرات وتجاره السلاح طبعا عندنا اسماء من قوات الاوكار الجزائريه والحرب كانوا من اشد القتله كانوا تم استئجار البناء الزلام القدافي الخزان يشبي في الخزان دار فوق الخزان هنا مبانك من هناك ولا يدمروا لنا بلاد خليه يزيد دجاجة خلونا ما يدير